المزيد ينضم معنا من واسط الناشط في التظاهرات حسين الطائي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، كيف تبدو صورة التظاهرات في مدن العراق عموما من حيث زخمها وفعالياتها والمشاركة الطلابية فيها؟ أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله مشاهديك الكرام. حياك الله. الحمد لله والشكر، نحن متواظبون على التظاهرات السلمية التي تدين وبشكل تام كل أعمال العنف التي يقوم بها بعض المتحزبين من أحزاب السلطة الفاشلة، وإن شاء الله مواظبين على التظاهرات السلمية. وغدا لنا وقفة احتجاجية أيضا متزامنة مع نهاية المهلة التي حددتها بقية المحافظات المتفضة. طيب، كيف كان رد فعل الشارع الثوري على استمرار اعتداء الميليشيات على المتظاهرين ومحاصرتهم أيضا؟ الشارع واعي تماما كل ما يدور بالساحة، وندين وبشدة كل أعمال العنف التي تقوم بها بعض الجهات التابعة للسلطة الحاكمة، لكن للأسف الشديد مارسوا كل أنواع العنف والقمع وإلى آخره ضد أبناء المتظاهرين، وكذلك يحاولون أنه يكونون هم أصحاب العراق القرار عفوا، لكن الشارع العراقي والشارع الواسط، نحكي عن محافظة واسط، واعي تماما لكل ما يدور من هؤلاء. طيب، عمليات بغداد حذرت أي شخص في العاصمة العراقية بغداد من التظاهر خارج ساحة التحرير وتضييق، يعني يأتي ذلك في ظل التضييق على المتظاهرين، ألا يثير هذا الأمر مخاوف من تصعيد أمني خطير ضد المتظاهرين في ثورة تشرين؟ بالتأكيد يثير المخاوف لدى الشارع العراقي ولدى الحكومة بالذات. الحكومة اليوم عاجزة تماما عن ردع المتظاهرين، لأن أصبحت المسألة مسألة وجود، أكون أو لا أكون. نعم. نحن واعين تماما أن هذه السلطة الحاكمة في ظل وجودها، إذا لا قدر الله ولا سامح الله ما نجحت الثورة، فالشعب العراقي واعي تماما في حال لربما لا سامح الله عودة الأحزاب إلى السلطة، فأعتقد ستكون لنا مقابر جماعية بين قوسين. الشعب العراقي واعي تماما ومواظب على تظاهراته، واحنا باقين بالساحه لحين تحقيق المطالب بالكامل، وعلى راسها اولا المطالب مالتنا كانت واضحه في بدايه التظاهرات، وكررنا مرارا وتكرارا انه لدينا ثلاث مطالب. الاولى منها هي حل البرلمان، الثانيه هي اعاده انتخابات مبكره، اجراء انتخابات مبكره، والثالث رئيس وزراء غير جدلي. اليوم اللي جايبيه مع الاسف الشديد الشارع العراقي واعي تماما، اتفاقيه امريكيه عراقيه جابوا على اللاوحه حتى يقمعون التظاهرات، لكن هيهات، نحن طلبنا مرارا وتكرارا ان يكون رئيس الوزراء غير جدلي، وهذا جدلي وجرب بالمناصب وكان شريك في العمليه السياسيه منذ عام 2006 الى عام 2014، كذلك كررنا مرارا وتكرارا ان يكون رئيس الوزراء حصرا يمتلك الجنسيه العراقيه فقط. نعم. لكن للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. نعم. طيب، اللجنه المنظمه للتظاهرات في ثوره تشرين دعت الى تظاهرات نسويه في البصره وعموم المحافظات العراقيه يوم غد الخميس، وذلك في رد منها على انتقاص قاده الاحزاب والكتل السياسيه لدور المراه في الثوره. السؤال هنا، يعني لما تتقصد الأحزاب السياسية والكتل السياسية أيضا الإساءة إلى المرأة المتظاهرة، وكيف تقيمون دور المرأة في ثورة تشرين؟ حقيقة يجب أن يكون دور المرأة ودور المرأة في التظاهرات، فلذلك يخشون، لأن المرأة إذا خرجت اليوم الشارع العراقي، إحنا بمجتمعاتنا مجتمع قبلي عرفي يتعاطف أكثر مع المرأة، فلذلك راح تكون خطر إداهم. يعني أنا بالنتيجة أسأل سؤال واحد، يعني المرأة اللي تطلع تلم أجلكم الله من أكياس الزفايات والمزابل تكون مختلطة مع الرجال، هنالك يجوز وهنا لا يجوز، عجيب. يعني بعض الناس أنا أشاهد بأم العين أشاهد بعض الناس، بعض البنات الشابات وهن في المزابل وفي المساحات وفي وفي وفي، يعني هنا جائز وهنا غير جائز.
الشارع العراقي والشعب العراقي واعي تماما عن هذه الافكار، وواعي جدا انه دور المراه كبير في زخم التظاهرات. اعيد واكرر انه الشعب العراقي شعب قبلي، شعب عشائري، شعب عرفي، عندما تخرج المراه تهيج من مشاعر الناس، ولذلك راح يشكل خطر عليهم. اصبح الخطر يداهم السلطات الحاكمه الموجوده بالمنطقه الخضراء اكثر واكثر يوم بعد يوم. هم واعيين لما يدور بالساحه، لربما هم اكثر عندهم فعل اكثر من يمني واكثر من غيري. عجيب يعني بالله العظيم، انا اخجل من اتكلم. اكو بعض الاحيان انا اكثر من تناصر رحنا بهذا الموضوع، انه احنا في بعض الاحيان لربما نتكلم فرد كلام سبحان الله ينعاد علينا سلبا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاستاذ حسين الطائي الناشط في التظاهرات بثوره تشرين في محافظه واسط، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.